السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في هذه اللحظات من الحديث عن مدير الثانوية والذي أثار غضب الجميع بعدما أفسد فرحة أستاذة. وقلدت المصادر أن إحدى الأستاذات كانت تحتفل مع تلامذتها بمناسبة ترسيمها في إحدى الثانويات بولاية تبسة ليفاجئها المدير، وقام بقلب الطاولة عليها وبعثرة الحلويات في العرض، ما جعل أحد التلاميذ يقوم بتصوير المشهد ونشره لعامة الناس. وتفاعل ناشطون مع الحادثة وطلبوا وزارة التربية إلى ضرورة فتح تحقيق ومعاقبة هذا المدير، ولما لا فصله من العمل ليكون عبرة لغيرها.